انا بجد مش مصدقه البجاحه اللي انتوا فيها دي. ازاي جات لكم الجراءه تصوروا الكلاينتس في البيوت؟ وده اللي خلاني ما جالكش المكتب على فكره. اذا كنتوا صورتونا في الفيلا اللي احنا مأجرينها هتكونوا حاطين ايه بقى في المكتب بتاعكم؟ لا لا ثانيه واحده يا فندم معلش، انا سبت حضرتك كملي كلامك لحد الاخر، فبعد اذنك اسمعيني. اولا الحكايه اللي حضرتك بتحكيها دي بصراحه انا مش مصدقها خالص. انا راجل في السوق ده وفي الشغلانه دي بقالي سنين، تقدري تسالي عن مجدي نبيل كويس قوي. وانا بقى المفروض لما تقول لي كده وتعمل نفسك مش عارف اصدق ان مالكش دعوه؟ بقول لك احنا عشنا التجربه دي بنفسنا، دي مش قصه مؤلفه. بصي يا مدام مريم، انا مقدر عصبيتك كويس جدا، وفي نفس الوقت انا مستعد لاي اجراء قانوني حضرتك عايزه تعمليه، بس حقيقه انا ماليش علاقه بالموضوع ده تماما. ثم اني زي ما قلت لك انا راجل شريف وما اسمحش ان انا ادخل بيتي جنيه حرام. بعدين يعني انا حتى لو كان ليا في الشغل الشمال اكيد يعني مش هعمل حركه ساذجه زي دي، لان انا عارف ان انا المتهم الاول فيها. ده غير بقى ان انا ما كنتش ظهرت لحضرتك ولا جيت هنا بنفسي. ما هو احنا مستلمين الفيلا منكم بكاميرات، مش احنا اللي مركبينها لنفسنا. انا فاهم ده كويس طبعا يا استاذه مريم، بس برضو الناس صاحبه الفيلا ديت ناس محترمه جدا وناس غنيه جدا كمان. صاحبه الفيلا دي ست عجوزه وقاعده، يعني الموضوع ده بعيد عنها تماما. ده غير بقى ان الفيلا دي معايا بقى لها سنين، هي وفيلا تانيه كتير، وعمر ما حصل مشاكل من النوع ده. هو ده اللي حصل. والله انا فاهم ومقدر، بس حقيقه انا ماليش اي علاقه بالموضوع دوت، ولو حضرتك عايزه تعملي اي اجراء قانوني انا ما عنديش مشكله، لان ده حاجه برضو بتدور باسمي وبسمعتي. لو حضرتك حابه دلوقتي نروح للاسم ونعمل بلاغ انا ما عنديش مشكله. تمام، انا بس لازم ارجع لجوزي في الموضوع ده اتكلم معاه وهنرجع. مفهوم، مفيش مشكله. انا هبعت لحضرتك دلوقتي صوره بطاقتي على الواتساب عشان تكوني مطمنه، وفي انتظار تليفونك. تمام، شكرا. شكرا، بعد اذنك. اتفضل. هيكون مين يعني؟ هانيا، ريهام، ممكن بليز تيجوا عندي على الفيلا؟ عايزاكوا ضروري. بصوا بقى انا هقول لكم على اللي بيحصل، لان انا مش عارفه اتصرف لوحدي ومحتاجه حد يفكر معايا. في ايه يا بنتي؟ ما تقولي قلقتينا. الفيلا اللي كنا فيها في الساحل طلع فيها كاميرات. ايه ده يعني ايه؟ متهزريش يا مريم، يعني ايه؟ يعني كنا بنتصور 24 ساعة. يا نهار اسود، وانتي عرفتي منين؟ سليم قال لي. هو جاله الفيديو بتاع علي؟ انتي عرفتي منين موضوع الفيديو؟ ما هو علي قال لي، بس ما كانش يعرف ان في اي حد تاني يعرف الموضوع. انتوا فيديو ايه اللي انتوا عمالين تتكلموا عنه ده وانا اخر من يعلم؟ فيديو لعلي في فيلة الساحل. ايوه بس فيديو لعلي اتبعت لسليم ليه؟ أنا كنت فاكرة إن علي اللي مقصود. في حاجة غلط. بالظبط كده. في حد قاصد يلعبنا كلنا. كلنا؟ يعني الفيديو ده ممكن يكون اتبعت لسيف عشان كده متغير معايا؟ مش وقت اللي بتقوليه ده خالص، المهم إحنا هنعمل إيه؟ لأ على فكرة هي بتسأل سؤال مهم، استني. تفتكروا الفيديو ده راح لمراد وسيف؟ السؤال الأهم مين بيبعت الفيديوهات دي وعايز إيه؟ لأ. وماسك إيه تاني علينا إحنا غير الفيديو بتاع علي؟ بالظبط كده. طب ما تكلمي الناس اللي انت مأجره منهم الفيلا. كلمت الراجل وجي قعد معايا وقال لي ان هو ملوش علاقه باللي بيحصل، وبصراحه انا صدقته، اصله يعني اكيد مش هيكون بالغباء ده ان هو يبعت الفيديوهات وبعدين يجي يقعد معايا بكل بساطه. لا وايه، وكمان يقول لي انا ممكن اساعدكم. لا وعلي كمان راح لصاحبه الفيلا، بس انا ما اعرفش وصل معاها لايه بصراحه. يبقى انا لازم اروح لعلي دلوقتي.